اخوان اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نقدم لكم واحد مجموعه ديال الاليات اللي ديال الدراجه العاديه في السفريات. تحياتي لكم اخوان، صافا بخيرين؟ يعني استعدادا لواحد الرحله تيبان لي هادشي خصو كار. يمكن على كل حال كاين واحد المجموعه ديال لي ماتيريال هنايا اللي غادي يصلح لواحد الخرجه بالدراجه العاديه. على كل حال غادي نجيو بتزيئة ديال مجموعة ديال الحوايج اللي غادي نشغلو ليها. كاين هنا عندنا واحد الساك ديال قدام بشكل هدا، كاين حداه واحد التياب ديال الحوايج الرياضية اللي غتكون داخل الدراجة العادية. عندنا هنايا واحد الشرطة اللي غادي نقدرو نلبسوهم في الطريق مثلا في الوقت اللي غيكون لازم في المدينه ولا شي حاجه. كاين واحد البوشيت اللي غادي تكون بحال ان بانان. كاين واحد لي ماتيريال هذا ديال ليكليراج ديال البيشكلات اللي كاين هنايا، بما فيه الاصلاحات ديال العطار ديال الدراجات والمسائل مثلا البياسات وداكشي. كاين واحد المجموعه هنا ديال الماتيريال اللي غادي يعاون بعض الحوايج اللي خصهم يصلحو. هنايا دي شامبير اللي كاين بهاد الشكل هذا، كاين دي ريستينو الاصلاح اللي كاين هنا. هذا عندنا شارج اللي غادي يقدر يعاوننا في الشارج ديال لي بورطابل. هادي واحد الجاكيطة اللي غتصلح على البرد تحل ومهمة. هنايا كاينة لاكاميل، كاين هنايا بريلات، كاين عصير، كاين بوربو، كاين بيتاكاز، كاين الساك ديال البشكليطة. طبيعة الحال كاينة قراءة ديال الليفغ اللي خص يكون نزل معاه، لي بوتي ديال الماء. هادو يعني كاينة مطرقة اللي يقدر بنادم يستغلها في الطريق، يصوب بها عدة أشياء، الخزانة ولا المسائل. هنايا آلة التصوير، هنا شمش، نظارة ديال الشمش، نظارة ديال النظر، هادو قراعي ديال الماء. هنايا كاين ماتيريال ديال الإصلاح. هنايا كاين يعني لاستيك بوغ الماتيريال في البشكليطة ولا الشارج. هذا ماتيريال ديال لي فيديو ديال الصور. هنايا اوتوماتيكمون كاين واحد بورطابل صغير. هذا الماتيريال اللي كاين تنديو عليه ديما، وهادو لي طاش اللي غادي يصلح لي طاش بهم زعما شي حاجه في البشكليطة. هادي وساده ديال النعاس الكوفن. هذا مجموعه ديال واحد دي ماتيريال، هذا الدواء الحمار في بيتادين، هادي دي لي بوند. هنا هي الشبكه اللي غادي نديروها على نحتاجوها على الماتيريال من الفوق تنديروها. هذا جيلي اللي ضروري خصو يكون. هذه خزانه كيطون. هذه ماطلة ديال النعاس اللي غتكوفل. وهنايا كاين كاسو ساكوساج، هدا المسائل اللي كاينه ديال الانف مثلا، اللي غتكون مثلا ديال الانف اللي خص بنادم يحتاط فيها يعيش من شي حاجه. هذه يعني بوشيط اللي فيها وثائق التعريفيه اللي خص ضروري تكون. على كل حال كاين شي حاجه اللي كثير هادشي بزاف، غادي نشوفو كيفاش نقلصو. وخاصه يعني الطريق اللي غتكون يعني في الطريق ديال الجنوب. وتحياتي وتبارك الله عليكم، مونكوراج، نلتقاو في الطريق ان شاء الله.